يعني هذه وجهة نظره ومحترمة، وجهة وجهة نظر نظر هذه وجهة نظر محترمة. بتعامل لا بالقانون، وجهة نظر لو اكو فقط نعم، القانون يفسر، يعني يفسر مثل ما المحكمة الاتحادية الآن فسرت المادة 76 نعم. على يعني شيء معين، بالتالي نعم. قد اختلف انا مع المحكمة الاتحادية، واختلفت ولحد الآن اختلف على تفسير المادة 76، بالتالي هي وجهة نظر قانونية قد تأخذ بها المحكمة الاتحادية وقد لا تأخذ، لكن من المعطيات الموجودة بالدستور ما ممكن نلغى نتائج الانتخابات لوجود تقرير خاص بالشركة الفاحصة، وهذا التقرير منقوص لأنه لم يقدم بكامل أوراقه، هناك نعم. ورقة أخيرة كانت حاسمة لهذا الموضوع لم تقدم نعم. من الشركة الفاحصة، وهي أن المفوضية عالجت هذه الأخطاء التي كانت في المحاكاة أثناء محاكاة العملية الانتخابية. بالتالي أنت ما ممكن الآن على خروقات، خلينا نتفق هنا استهيفاء أنه اليوم الانتخابات في كل العالم ما ممكن تكون نزيهة ومثالية إلى أبعد الحدود. نعم. حتى الانتخابات الأمريكية مطعون بها، الانتخابات نقطة الروسية مهمة جدا.